واحدة من لقطات المباراة المهمة الحقيقة كانت لقطة مؤثرة شوية، تداعياتها راحت في حتة أخلاقية وإنسانية، تعلقت بالكابتن وليد سليمان. وليد طلع في كرة مشتركة هو محمد عبد الشافي، خبراء التحكيم برضو حلقة النهاردة هتسمعوا رأيهم فيها تحديدا إيه، لكن فجأة انفتحت كل أبواب جهنم على وليد سليمان في أخلاقه وإنسانيته، والأمر كان مفجع الحقيقة جدا ومؤثر. كتب وليد في الأول قال لك حسبي الله ونعم الوكيل، راح زار محمد عبد الشافي في المستشفى ورجع كتب تويتة علشان الناس اللي بتضغط عليه في إنسانيته. قال وليد: لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة. دي الصورة، أدي وليد مع عبد الشافي، وأنا أعتقد ابتسامة عبد الشافي وترحيبه بوليد رد على كل الناس اللي بتتهم وليد أنه يتعمد. وليد بالمناسبة تعور هو رخر في صدره بكدمة مؤثرة ممكن ما يلعبش منها ماتش الجونة بكرة. وليد بيلعب الكورة، اللي جاء ليشاركه جاء ليشاركه الكورة عبد الشافي. وليد ما راحش لعبد الشافي. يعني وليد ربما يغيب عن المباراة الأربعة مع يعني مع أيها يعني شيء من الإنصاف، شيء من العدل. مش كله لازم المتاجرة بكل صغيرة وكبيرة. قال وليد: لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة، تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له، بل وذهبوا وفقا لحملات الممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول. والحقيقة زي ما بيقول وليد سليمان: أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار، فأنا لم أخطئ ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، اسألوا عبد الشافي، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانية والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنة مشتعلة. وإلى من يدعون كذبا أنني لاعب أتعمد إصابة زملائي في الملاعب، أذكركم، ده وليد سليمان، أنني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد. وقال لك أنا تعمدت أن أنا أضرب. الذي خرج يعترف بأنه تعمد إزائي، وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف الشهر، وكذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة على كأس السوبر بالإمارات 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي، وغبت عن الملاعب قرابة 3 أشهر، وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعب الزمالك. الحملات الشخصية ضدي، ده وليد سليمان، وصلت إلى مرحلة غريبة بل ومضحكة أيضا، بلغت إلى حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي أرتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طلب البعض من حكم مباراة القمة الأخيرة أن أخلع الخاتم، واندهش الحكم لأني لم أكن أرتدي في الأصل خاتم من الأساس. هي كانت مسألة لتشتيت وليد سليمان، اللعب على كل المحاور، هذا أمر غير شريف. إنك مشغول يعني تخيل إن إحنا في النادي الأهلي نبقى مشغولين بالمنافس بالطريقة دي على طول، وبنتكلم على لعيبته، هو هيرد يقول إيه؟ بيختم وليد سليمان التويتة المؤثرة ديت وبيقول: وفي النهاية أؤكد لكم أن اللعب برجولة وجدية لا يعني أبدا تعمد إزاء لاعب الفرق المنافسة، اعرفوا الفارق أولا قبل أن تتحدثوا وتتهموا، وربنا يهديكم. ربنا يهديكم. وبعد الفاصل ناس في توقيت مهم جدا بتتمسك من عظمة لسانها.